الأستاذ ميشيل، هل عندما حارب التحالف الدولي تنظيم داعش في المناطق الجغرافية له ولنشأته سوريا والعراق، كان هناك غض بصر حول انتقال هذه العناصر إلى أماكن أخرى كالدول الأفريقية كما نرى الآن، وتبعية الحركات الموجودة في هذه الدول للتنظيم؟ نعم، مساء الخير لك وللزملاء الكرام. في الحقيقة أن يعني هناك ديناميكيتان تتحكمان بمسار وتحولات الحركات المتطرفة وبانتقال المقاتلين. الدينامية الأولى أن هؤلاء ينتقلون من بؤرة إلى بؤرة، يعني منذ القتال في أفغانستان وعودة المقاتلين إلى الدول العربية وتفجير الأوضاع في الدول العربية، وصولا إلى تمدد تنظيم القاعدة، وصولا إلى تفريخ تنظيم داعش في الفترة الأخيرة، هم ينتقون الأماكن والدول والمجتمعات التي تتميز بالهشاشة وبسقوط الدول وبتحللها، ومن خلالها يلجؤون إلى تنفيذ عملياتهم ووضع أفكارهم المتطرفة قيد التنفيذ. الديناميكية الثانية هي أن الدول القوى الدولية والإقليمية التي تستفيد من استخدام هذه المنظمات المتطرفة أو تغض النظر عنها لغايات استراتيجية غالبا ما تكون مؤقتة ومتحولة بطبيعتها، هي التي تتحكم بنمو هذه المنظمات وانتقالها إلى أماكن أخرى. بمعنى أن نمو تنظيم داعش وانتشاره في العراق تحديدا وسيطرته السريعة على المدن الرئيسية وصولا إلى حدود بغداد لم يكن ذلك ليتم بغض النظر عن العوامل الداخلية المسهلة التي استفاد منها تنظيم داعش، لكن كان هناك غض نظر دولي وتحديدا أمريكي سمح باستخدام هذه المنظمات لغايات استراتيجية، لغايات مواجهة القوى السياسية الحليفة لإيران، ولاحقا يعني استخدامها في ضرب الدولة السورية. لكن هذه القوى الدولية تعود لاحقا إلى التلاقي، إلى ضرب هذه التنظيمات فور انتهاء وظيفتها، وهذا ما حصل لاحقا في سوريا وفي العراق ومع إنشاء التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش. بطبيعة الحال أن ينتقل هذا التنظيم وغيره من التنظيمات إلى بؤر أخرى وجدوا ملاذا آمنا لهم وبؤرة وأرضا خصبة في الدول الأفريقية التي غالبا ما تتميز بهشاشة تركيبتها الاجتماعية، بتحلل الدول وفقدان وظيفة الدول خاصة الأمنية والسياسية منها، الخلافات الطائفية والجهوية والعرقية المديدة التي تمنع عن هذه الدول حصول حالة استقرار دائمة ومستدامة، وبالتالي تستفيد هذه التنظيمات من كل هذه الأوضاع لتنمو وتنفذ أفكارها العنفية، وتستفيد القوى الدولية من غاياتها الاستراتيجية كما قلت المؤقتة والمتحولة لأن ترمي هذه التنظيمات المتطرفة في دول ومجتمعات أخرى، وتستفيد منها أيضا لكي تقدم نفسها ضامن الاستقرار في هذه الدول. اليوم القارة الأفريقية تقدم المثل الأبرز لهذا الموضوع، وخاصة في مناطقها الوسطى وصولا إلى غربها، غرب أفريقيا، وصولا إلى دول جنوب أفريقيا، يعني لأنه تنظيم داعش يضع يعني قسم أفريقيا إلى مناطق عدة، منطقة الساحل وغرب أفريقيا، منطقة البحيرات، وصولا إلى الدول في جنوب القارة، لأنه تلقى ضربات قوية في الدول العربية في شمال أفريقيا، يعني من مصر وسيناء إلى ليبيا وتحطيم داعش في هذه الدول، وصولا إلى الملاحقة الجزائرية المستدامة، ونحن نعلم الدولة الجزائرية والدولة المصرية بطبيعة الحال مواجهة التنظيمات المتطرفة حتى في مرحلة ما قبل نمو داعش وظهور داعش.